الكاندي كوين شخصية تطفي الفرح على قلوب الناس، وإذا حابين تكونوا مثلها شوفوا كيف. لون الأظافر رح شهيكي بالكوتن كاندي. بنبلش بطبقة أساس أبيض، على قطعة سفنجة بنحط لون زهر ولون أزرق وبنطبعهم على الضفر. بعد ما تنشف الألوان بنحط طبقة مناكير شفاف وبنحط الضفر بالسكر وبنضيف كمان طبقة شفافة. أكيد عبالكم تعرف كيف بنعمل هالتنورة الزاكية. رح تحتاجوا لمطاطة 10 أمتار من قماش التل، مقص، صمغ وكاندي. قصوا المطاطة على قياسكم واربطوا أطرافها. ناخد طبقتين من القماش وبنطويهم حسب قدي بدك طول التنورة. بنقص شرائح متساوية. بنحط المطاطة حوالين ظهر الكرسي لنبلش ندخل الشراشيب بهالطريقة، وبنزيد واحدة ورا التانية لنمليها وبنزينها بالمارشميلوز. الكاندي كوين تعشق الألوان المرحة. لهالإطلالة لازم نبلش ببرايمر للعيون ولون أبيض عند مدمع العين، لون الشمس والبرتقال على الجفن وبندمجهم، لمسة زهر وبنفسجي في كسرة العين، وعخط الرمش السفلي ألوان الأرض الأخضر والأزرق. بنضيف آيلاينر ومسكارا، وللحواجب رح استخدم مسكارا بنفسجية. للشفايف رح نعمل شي كتير حلو، كب كيك. عالشفة السفلية بنلونها باللون الفوشي وبنرسم خطوط طولية بلون أفتح، وعالشفة العلوية بنلونها أبيض مثل الكريمة وبنزينها بألوان السبرينكلز. بنزيد البلاش وآخر شي رشة سبرينكلز.